ويييي على هالنسوان. شو قصدي تدور له بعذاب انا؟ هذاك معلم ال ابو عزام وينك؟ بالبيت. اوه عنا شغل قوم. لك ايه عنا شغل. انا بالكراج اللي هذيك مره نزلتك فيه. ايوه نفسه. بسرعه بسرعه تعب بسرعه لا تطول ها بسرعه يعني ما معنا وقت. المره بيت لقطه لقطه بسرعه بكمل لك حديث تعب بس تجي يلا يلا سلام. بس ما يطول. ها؟ لك هذا عامل معنا جبته عامل؟ لك عامل ايش؟ لك عامل مشان يعطينا غرام؟ بالزمنة؟ لك ايوه بيشتكي علينا؟ لك ايه بيشتكي هو بس طعمه خالص انسى انسى الوضع كله. زين بس بس بياكل. انت مين لك بس اني عامل؟ انت عامل؟ لك ايه انا عامل بس لازم لو واحد اجباري شو بدي احمله؟ اذا ما بتعرف شو عم بفكر انا، بفكر لسه اكبر مشروع اسوي كل شيء يعني، لسه اكبر عمالك، عمال افطر افتح شركه، شركه كامله افتحها، الله يجبر بحدي فاضي لسه ساعتين برا لك لحالي تعال اورك اجبار صدقت حالك انت شو؟ لو فكر حالك معلمي اه صحيح انت المعلم انت المعلم تسمع الكلمة تمام تكرم عيونك وتنفذ تمام تكرم عيونك وانت الثاني نفس الشيء فهمان؟ انا عندي هون شغل ما عندي لعب ليش عم تضربه؟ هذا جيري انا بحكي معه بتضربني بضربه الكيف انا ما بصير ها ايوه انا هو جيري انا هو جيري حبيت حالي يا جماعة حالي يا جماعة الله يوفقك لك ما في حدا تشمسنا يعني تشمسنا؟ لا تعال خلص لا تشخروا عشان العالم كده تعرف انه نحن رجعنا سكت 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 انه صاحب البيت رجع على البيت شلون؟ والمشمس يضل شك بيناتنا طول ادخل 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 ساعدنا فوتوا عبيد ابوها انا دول لك ابو حسين طالع متى اوه ايش هالصالون الحلو عم في تلفزيون رح جيب 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 جهاز نتفرج على التلفزيون رح نعمل في بلاي ستيشن جيب جيب ماسكات خلينا نلعب الله يوفقك انت ويا فقط انتوا جايين هون تسرقوا معي ولا جايين هون تلعبوا جايين نسرق الله يوفقكم اسمعني شوي كلمتين انت ويا بلا هلا وقت الشغل مو وقت اللعب تمام غطي وشك تمام ها لا لا ما لا غطي وشك بختني بعدين هيك احلى اسمعني اسمعني انت وياه هلا بدنا ننتشر البيت غرفتين وصالون تمام انا بفتش هون الصالون؟ ايه انا بفتش هون انا عيب انا بفتش المطبخ انت شو؟ مطبخ انا بفتش المطبخ هذا بيعرف؟ لا هو هذا المعلم ما تخجلني ها اول مره جايبك معي ما تخجلني مشان كل مره تجيبك معنا بنعطيك سندويشه اتفقنا معناتها انا راح فتش غرفه النوم تمام روح انت قول الله تفضل الله وجهي تمام يلا بلشوا طلع اي واحد بلاقي كنز او بلاقي ذهب او بلاقي قطعه او موبايل او شغله بخبرني فورا فهموني؟ تمام فهموني سلام عليكم وين وين حتتركبوا بس هلا منين نبلش؟ بلش بالسحابات هذيك ايش هلا؟ النسوان مجانين يا زلمه كلهم ك هاي مرات ايوه حظ الطلاق يلا خليني اشوف ايش فيه
شاي حلو؟ والله لا يوفق حياتي فيه كبير ما فيه قررنا نحل الدمنا والله طيبة بس ما يكفي ما في محل او غير له اللي وين نحطه يا حرام الشباب لقوا شيء هون ناشفة يخرب بيتهم قول حكت من سببه صحيح نفسي قول 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 كسير الله ضوء انا جايبكم لهون مشان تسلوا ولا جايبكم هون مشان تشوا مشان تاكلوا ما؟ يا والله ديرك مشان تاكلوا انت؟ ديرك مشان تسلوا انت شو عم تساوي هون؟ دليلي انت ايش جيت تساوي هون؟ دليلي ها؟ ابقى ارجل عم ايش السرعه لقيت ارجيلي لا لا انا شو اسمه؟ شفت الارجيلي ركبتها قلت شغله جرب نفس اذا شغال مشان اخذها اذا مو شغال مشان ما اخذها على الفاضي يعني انا اخ راسي دخت احمد لك ايش اسوي فيكم؟ ما تسوي فيكم اسوي اسمع اسمع الله صاحب البيت اسمع اسمع خبر 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 Thank you.
والله العظيم وانا هذا عمود يا جنب لهون والله عمود هذا تعال نغطيك حسابنا بعدين تجي لهون على سرور والله العظيم وانا هو عمود هو اللي جنبنا عمود والله عمود يا جنب نسرى هون والله وانا في بيت كل نسرى من عنده والله وانا انا بدي نوم جالس نضغط عليك وانا نشرب بس انا جيت لهون شفت يسرى والله ما كان انا علي انا كنت اروح كريت اروح سوا قلت لي حمودي لك كنت عم نزح على صحن حمودي بعد عنه لا حمودي لك ساعة عم تشكيني فكرني صاحب البيت هيك بدك تحكي علي؟ لك كنت عم سوي فيك ملل انا شايفك انا ما عرفت انه انت شايل عندي طبعا صاحب البيت كان والله يوفقك بس انت وهداك الجحش اللي جايبه معك انا جايبكم هون تسرقوا ولا جايين واحد ياكل واحد يتخبى لي روح دام بطلنا نسرق روح امشي قدام يمشي نعمة الله ستر والله كان فضحني لا له حل بتخبي محمود مشي لي بمثل اعمل نفسك ميت قوموا لك اجيو ايش عم تساوي هون؟ فكرتك صاحب البيت قوم الله ياخذك انت واللي جابك قوم بهدلتوني الله يبهدلكم بس بهدلتوني الله يبهدلكم هون دامي الله بهدلتوني الله يبهدلكم بس ماشي لو كده ماشي منها بدك تلقيني انت اللي تعال هون شوف انت بيعتها شوي تعال هلا انا بس افهم انا جبتكم ايش سرقت انت؟ كنت اجيب لها ارجيله انا بدك تجيب لها ارجيله؟ ايه ايش دورت شيء على الذهب على الفضة؟ لك دورت ما لقيت غير ارجيله لا كنت خير وانت ايش لقيت؟ دورت بالمطبخ ما لقيت غير اكل يوم نسيت اجيب كيسي كيس شو ذهب الماس؟ لا اكل نسيت اجيب اكل صبر اول اكل قلت لي مو؟ فاهمة انتم مو فالحين غير من شغلات فاضي طبعا انا جبت انا ما لقيت شو جبت معي الموبايل انتم لك شو ما بتجيب ما بتلاقي غلط انا جايبك انا جايبك عشان ايش؟ ليش بدك فيه؟ احسن تنظم مو؟ ابوووو احنا بس مين عن اختك؟ شو؟ لك نسيت الشنطاي؟ لقيت خلاص فيه؟ لك شنطاي انت جبناها معنا؟ الله اعلم تعال تعال بعد بيتك تتكفل شو تجيب؟ 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 ش